قعد فتره قاعد يصيح انا ايش ماله زين عم الوزير اي وزير الوزير والله انا ازرم لا 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 انت مو تكانه انت بتفنشنا اخر عمري والله انت مأذي بغانم عمي بغانم هو اللي مأذيني هو اللي طلع والله طلع عيوني مسكين ايش انه فراش فقير مسكين قاعد تأذيه لا هو وين مسكين عمي هو والله هو لا 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 روح تسامح منه انا اسامح منه ما يفنشني روح يا راس شنك راس امي ايام الستينات روح روح زين انا اريد اسامح منه ما يفنشني يلا روح روح ما يفنشني ما يفنشك روح اوكي انا يعني روح يلا يلا تعال يا تيس بمبي تيس بمبي هذا كل ما انا يسمع هذا عمي وزير ما يقول هذا بوغانم انت ليش يلبس بس هذا مال وزير وانت فراش طاح علي ليش يقص علي انا على بالي انت عمي الوزير طلعت انت بوغانم هو الله يسلمك طال عمر الوزير ايه؟ دقوا عليه ايه؟ وطلع بسرعه مستعجل دقوا عليه الجماعه منو الجماعه اللي الله يطول عمرهم منو الجماعه اللي اكبر من الوزير ما يعرف انا منو انت لا تصير غبيب دقوا عليه وخلاص قاعد منو الجماعه هذا ولا الجماعه ما تعرف دوار المهم دقوا على الجماعه ايه طلع مستعجل خم البشت والعلاق وطلع يركض طاح البشت الثاني عاد انا تدري فيني فراش مكتب الوزير كان اخذ البشت ولبسه عشان لا يجي الوزير مره ثانيه يشوف ان انا مداوم لابس بشته واقف ويا الجماعه والله على كيفك تصرف يا ابو غانم لا والله على كيفك هي هي يطحك نار بس هي هذا الصون هذا ليش ليش هذا ليش ايش فيك بتعطس لا ما يعطس ليش هذا انت ليش تسوي هذا ليش سو سو اف اف مو عدل ايه ما في عدل اسمع هذا كلام زياده ما في هذا شنو افسخ البش خلي اشخط فيك يلا شنو افسخ البش يلا افسخ البش اي نعم ايش حقك احترام مو حقك احترام حق البش يلا ايش حقك تحترم البش عشان اشخط فيك انت ما شخط في البش يلا ايش شخط فيني وانا لابسه لا بابا احترام حق البش مو لك انت يلا الحين انا انسان ما تحترمني تحترم خرجه طبعا هذا قانون مال بلد مال انت فيه احترام حق البش انت ما في ولا بس صدق والله اي بابا يلا 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 افسخ البش يلا ان شاء الله ان شاء الله شوي 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 ان شاء الله طال عمرك بس لا بيشخط فيني يلا ان شاء الله طال عمرك ايه ان شاء الله عدل بنروح المزرعه خلاص بنروح المزرعه عند طقطقه اقعد طال عمرك يلا يلا يا با وين يدك الثانيه وين شد حق لا بس مش تضحك عيل انا شو اسوي يلا حط ريل على ريل يا با يلا لا تهاوش انت قصر الريال ايوه ان شاء الله ايش تبي ان شاء الله شاي شاي ما في شاي عشان لكم في هذا عصير مرق شنو في هذا عصير مرق مرق بس مرق أي أبي مرق يلا تعال وقف أنا بريك طال عمرك وقف هاي ها أنا شنو أقول أنا أقول هناك داخل أنت داخل المطبخ سوي شاي هناك عدل عشان أنا أسوي قهوة ما في مشكلة بس هذا أنا نزل يا قاعد تشخط فيني أنت أنا شخط فيك أنا مسؤول أتحب عشان بحكي أنت أنا مسؤول مال أنت يا بروح عاد مسؤول مسؤول يا القهر يا القهر شنو في قهر هندي 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 مسؤول علي هندي وانا ولد الديرة انت شنو ولد الديرة انا طارق العلي شنو يا عمي الداحين شنو يا ولا يا من زين طارق العلي مارت عليك وعلي هاي. لا يغلط على طارق العلي ليش انا يهبه غصب عليك شغلك عنده المهم اقولها اي والله شنو في كلام قاعد خبيني ايه انا مسؤول يا القهر هندي هندي مسؤول علي يا القهر وينكم يا عيال الديره شوفوا انا عندي هندي يا القهر هاي انا في شهاده انت شنو في شهاده انا عندي شهاده احسن من شهادتك شنو بابا انت شهاده انت شنو شهادتك انا في هذا شهاده مال دله مال قهوه مال شاي هذا شنو جامعه المطبخ قاعد انت حبيبي انا شهادتي احسن من شهادتك شنو شهاده مال انت شهادتي اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ان شاء الله الين على طول ان شاء الله ايه شنو تعال شلت هندي يا قهر ودي ارمسك شيء وهذه ترد وترد مره ثانيه مو على كيفك على شنو عليك شنو هندي 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 إيه؟ هندي اصلا منك هندي اصلا يفوز عليك 2-0 رو بابا رو والله شنو؟ انا فوز عليك داخل المباراه هذا كره قدم 2-0 روح بابا انت فزت علينا؟ ايه بابا امتى؟
هذا رمضان اللي طاف اللي راح يعني. احنا فزنا على ماليزيا على اندونيسيا ايه تقول مبارين مكتب خدم مو دوري يا القهر عاد الله هداهم منتخبنا فشلونا وقعدوا والله من قالوا لزيرق انا من قالوا لزيرق اشوف انطق وين قبل او يا الازرق او يا الازرق يلعب بالساحه منتخبنا قبل ايوه هذا منتخب اياب شهيد الشهيد فهد الاحمد الله ابو احمد اوقف كذي بالمنصه وسوى كذي فايزين 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 قبل احنا فريقنا غير والله. قبل قاعدين ببيوتهم تكون عليهم ها كم تمون صفر ثلاثة أربعة خمسة قبل غير المنتخب المنتخب غير الحين حاطين لنا كم واحد صغار ما ادري متوسطه ما ادري ابتدائي يركضوا بالمهم ما ابي ما ابي ومن لسان حتى شعره ماكو وهالمسكين هالخال فرج لهيب يقول كنا خدامتنا لا بابا هو الوحيد اللي يقول كنا شامه بينهم والله والله وين منتخبنا كل صغار كل واحد يعني ما اقول والله ما يروح حق المدرب انا بلعب ما انا شفت واحد قاعد كذي قاعد يصيح يقول له محمد ابراهيم قوم يا يبا العب ما ليش طقوني شلاعب لا لا والله لا مسكين هذا البريتشي الله يعطيه الصحه صالح البريتشي شنو في هذا كابتن لا اسمه قبل ايام ربعه قبل كانوا يلعبون هو اوكي احنا لاعبين ويا صغار هو يلا مسكين يشيل عمره يا الله دخيلك يبا صالح الهجمه مني رديت زين لا وما عند الا الحكم وما كل ما طقينا فاول راح حق الحكم ترى ولدنا ما يعين شنو ولدنا ما يعين؟ راح حق مدرسه والله لا وهذا بصوب إيه؟ ومساعد ندى بصوب يابا شنو في هذا؟ يابا يما يما شنو في هذا؟ هذا من يطق فاول؟ قال عليك فاول قال يصير وجهه سيد زيان يا مساعد عليك فاول ليه ليه خلاص ما يدي فاول خلاص ملغينا الفاول ليش تلغي ليه ايش تبي ما ادري خلع على الله يا معود والله العظيم يا عمي لاعبين قبل لاعبين قبل شلون ايوه قول ناقل جاسم يعقوب ايوه فيصل الدخيل العنبري محمد كرم عبد الله بلوش عبد الله بلوشي اذكر انا حضرت المباراه شاد كره من نص الجول لحق قاعد يدورونها ما شاء الله عليه من قوته احمد الطرابلسي ما شاء الله عليه قاعد بس يقرا الفاتحه ما يقولون علينا عم فتحي كمين الله يا فتحي هالمنتخب هذا المنتخب محبوب جمعه محبوب جمعه نعيم سعد هذا الوحيد اللي شاهد العراقي بديرته طاح يعني منتخب قبل منتخبنا قبل لا لعب الفرق الثانيه تقول يا ربي يا ربي الله يقبلون علينا قبل جاسم يعقوب وفيصل يسولفون شو الوالده طاح جول الله بعد ما نزلوا جواكيهم تسولف يقول اي والله بس جوتي فتحي بصوب وضع خاص هذا قبل منتخبنا غير زين قبل غير يا عمي ابو قالم قبل غير يا اخوي لا قلت المنتخب او يا الازرق الا انت تعرف قبل نزين البيت قبل لا نفوز قبل ندق من يفوز علينا قبل نطق دماء الحين اليمن سوق الغربه اللي مجمعينهم ثلاثه فازوا علينا اي شو تنافع والله حتى مدربهم حاط بسطه فنايل فراوي فنايل بالمباراه فازوا بالمباراة شوف عين المدرب حاط بسطة فلاي سراء تسوز دلاغات اليوم وفازوا علينا والله وين قبل وين الحين يا عمي بقانم هذا الجمهور أول شلون